التبسم والحوار بلا جدال فيه التوسط. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين، ويتجدد اللقاء وبرنامجنا هذا ديننا. إحنا خلاص على أقدام إن شاء الله شهر شعبان ورمضان، وبكرة كل سنة وحضراتكم طيبين عيد الأم. فخلوني أقول لكل أمهات مصر كل سنة وهم طيبين، وكل سنة هم بصحة وسعادة وعافية إن شاء الله. وخلوني كمان أخص بالتهنئة أمي الحبيبة، كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وحضرتك بصحة وعافية وسعادة. طبعا لازم عشان ندخل على شهر رمضان وبما فيه من طاعات متعددة، لازم نكون مستعدين، عندنا قوة تحمل، قوة استعداد إن احنا نقدم على يعني الصيام اليوم كاملا، الطاعات من الصلاة وصوم وذكر وعبادة وما إلى غير ذلك. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلي قبل شهر رمضان في أشهر إن احنا نستعد فيها بالطاعات، نستعد فيها بالصيام، نستعد فيها بالصلاة بالذكر بالاستغفار، منها طبعا شهر رجب اللي احنا فيه. احنا كل سنة وحضراتكم طيبين، النهاردة برضو أول أيام البيض، والأيام البيض دي هم 3 أيام من شهر رجب بنصوم فيهم. فاحنا طبعا هنتكلم عن فضائل شهر رجب المتعدده، واحنا عارفين ان هو مخصوص بحاجات كتير، ده اللي هنعرفه النهارده. هل فعلا شهر رجب مخصوص فيه ايام بالصيام، مخصوص فيه ايام بالصلاه؟ كلنا كنا بنسمع عن صلاه الرغائب، هنتعرف عليها اكتر مع فضيله الشيخ حمدان الصالحي من علماء الازهر الشريف، وهو ضيفنا النهارده، وخلونا نرحب بيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يكرمك، كل عام وانتم طيبين. وحضرتك الصحة والسلامة. النهاردة هنتكلم عن فضائل شهر رجب، وإحنا كمان بكرة عندنا عيد الأم، فكل سنة وأمهات مصر طيبين. طب قبل ما أدخل عن فضائل شهر رجب، خليني الأول نتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام، وعن طبعا إحنا عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم مكانة المرأة في الإسلام وخص بالأم. نعم. وهناك حديث مشهور كلنا عارفينه إن الأم هي ليها الأولوية في الطاعة، وإحنا عارفين إن طاعة الوالدين تأتي مباشرة بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. طب خلينا كده ناخد نبذة كده صغيرة عن فضل المرأة ومكانة المرأة في الإسلام. بداية أقول الحمد لله المنفرد بالدوام الباقي بعد فناء الأيام، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بداية أقول كل عام والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات بحلول الأشهر الحرم، هذه الأشهر العظيمة التي باركها الله سبحانه وتعالى وحرم فيها القتال للأمن والأمان والسلامة والإسلام. الأم إذا تحدثنا عن الأم فنحتاج حلقات كثيرة حتى نوفي هذه الأم حقها، ولن نستطيع أن نوفي الأم حقها. لكن أنا أقول من باب ظلم الأم أن نخصص لها يوما واحد في السنة نحتفي بها ونحتفل بها، بل من المفروض علينا جميعا أن نحتفي ونحتفل ونطيع ونكرم ونهادي الأم في كل يوم وفي كل ساعة، بل في كل دقيقة. لماذا؟ لأن الأم والأب هم سبب وجود الإنسان في هذه الحياة، والله سبحانه وتعالى قال وأن اشكر لي ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ الصحبة الأولى والأجدر للأم. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من اللي أشكيله همومي؟ من اللي يكون صحبي؟ من اللي أقول له سري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. 3 مرات. وعندنا في اللغة التكرار توكيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على حق الأم في حسن الصحبة. قال ثم من؟ قال أبوك. هذا الحديث العظيم نستنتج منه فوائد كبيرة جدا، وهي أن الإسلام الذي اتهم بأنه يعادي المرأة وأنه ضد المرأة، الإسلام يكرم المرأة، هذه المرأة الأم والأخت والابنة والزوجة، الإسلام كرمها أحسن تكريم. والله ما كرمت المرأة في دين ولا في شريعة من الشرائع أكثر مما كرمت في الإسلام.
هل هناك صورة باسم الرجال؟ ولكن هناك صورة باسم النساء. كرم الله المرأة وجعل باسم النساء مريم، صورة مريم النساء. نعم. لكن لا يوجد صورة باسم الرجال. لا يوجد. ولكن حينما سيدنا عيسى حينما تكلم في المهدي قال من ضمن كلامه الأول كلام هيقوله وهو يتكلم في المهدي وبرا بوالدتي. نعم. وبرا بوالدتي. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أن رجل جاء ليستأذن النبي في الجهاد، وأنتم تعلمون وحضرتك تعرفي أن الجهاد ده من أعظم خصال الإسلام، رأس الأمر الإسلام وذروة سنامه الجهاد. الجهاد من الأمور العظيمة في الإسلام. ولكن هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ائذن لي بالجهاد. قال ألك أم؟ قال نعم. قال فالزم رجلها فثم الجنة. الحديث الكلام المشهور بين الناس اللي الجنة تحت أقدام الإيه؟ الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا ليس حديثا، هي حكمة، لكنها مأخوذة من حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول معنى أشمل وأعلى من هذا، من هذه الكلمات، إلزم رجلها فثم الجنة، عش تحت رجليها. بما إننا بيتكلم عن إلزم رجليها، فكمان كان في صورة متداولة على الفيسبوك، يعني إن أحد العرسان العريس الشاب بيقبل قدمين فتاة اللي هي خطيبته. ما حضرتك كمان أول ما بدأت بتقول أنا يعني أنا لو أنا اللي هعمل عيد للأم فأنا هخليه كل يوم. تمام. صحيح. ما هو إحنا كمان بنبقى مشغولين، يعني هموم الحياة والمشاكل بتاعتنا، وإن كان عندنا أولاد يمكن بنروح نزور والدينا فترات متباعدة، يمكن كمان مش كل أسبوع ولا كل شهر، ممكن يكون على كل سنة في الأجازات الرسمية. فعشان كده أنا يعني بتكلم، طب هو تقبيل قدم الأم ثوابه إيه؟ والفعل هو مين اللي أول إن إحنا نقبل قدمه، الزوجة ولا الأم؟ نعم. هو تقبيل الام، تقبيل قدم الام، ليس المقصود به ان انا طول الوقت ماشي رايح جاي ان انا اقبل قدم الام. هو معناه ايه؟ معناه الانحناء، الذل والمسكنه تحت جناح الام، الطاعه، الاحسان اليها. حينما تكبر الام والاب لابد الانسان ان يحسن اليهما وان يدعو لهما في الصلاه، يا رب اغفر لي ولوالدي. طبعا هي صورة والمؤمنات يوم كل اللي شاف الصورة فهو مستأمنها. أنا شخصيا يعني مستأ جدا من تقديم يعني الحق إن الأم هي اللي أحق بذلك، يعني خاصة إن هم تعبوا في تربية حضرتك، خلوك شاب كده، وأكيد هم اللي مزوجينك. فأنا برضو مستأ جدا من الصورة دي. وكمان أنا في أقاويل كتير بمناسبة عيد الأم، هل هو حلال ولا حرام؟ طب ما هو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هو أليس عيد الأم من السنن الحسنة؟ الأمر في موضوع عيد الأم أمر فيه خلاف بين العلماء، ولكن رأي الصحابة والجمهور ورأي كثير من أن هؤلاء لم يفعلوا هذه الاحتفاليه بانهم يخصصوا يوم. هم كانوا بيحتفلوا، ولكنهم كانوا يوم. برين يعني اكثر منا برا بوالديهم. احنا عايزين بقى ناخد بقى ايه من الكلام ده، ان احنا يا جماعه الامر فيه خطوره علينا احنا. ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث قال من سره ان ينسأ له في اسره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. أقوى الرحم هي الأم. هي بداية الرحم. نعم. هي الأم. فلا بد أن نحسن إلى الأم ونحتفي بها ونهديها ونحسن إليها ونطيعها ونعيش تحت أقدامها في كل وقت. يعني احنا لو مجرد تليفون لو انت اطمنتي على الام دي بالتليفون يوميا، ولو قدرنا ان احنا نجيب هدايا نخصص كده كل شهر مثلا. احنا دلوقتي لو احنا اتكلمنا للأم هي مش عايزة منا حاجة، هي عايزة احنا نسأل عليها، عايزانا نكلمها كلمة طيبة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تكن لهما أف. الشاب اللي بيطلع من البيت ويقول أف ويخبط الباب وراه وماشي هذا عقوق. ربنا قال ولا تكن لهما أف. كلمة أف اسم فعل لمعنى التدجر، أتدجر. يعني أنا غضبان، هو ما عملش حاجة. هو قال أف. هذه الكلمة فيها عقوق للوالدين. لماذا؟ لأن منزلة الأم ومنزلة الأب عند الله منزلة عظيمة، فلا بد لنا جميعا أن نحتفي ونحتفل بالأم في كل وقت. نعم. ولا نخصص وقت محدود للاحتفال بالأم
ونعقها السنه كلها. انا بسمع ناس يسيبوا السنه كلها ويجوا في اليوم ده احنا هنقدم هدايا وهنقول لها كل سنه وانت طيبه. طيب ماشي، طب فين انت بقيت السنه كلها؟ احنا عايزين المسلمين العبادات عندنا في الاسلام توقيفيه، ما ينفعش ان انا استحسن امر فاروح اعمله، لا. العباده توقيفيه، وهناك شرط لقبول العمل، وهو ان يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وان يكون العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طب بالنسبه برضو للامهات المتوفيين، قبرهم ازاي دلوقتي؟ يعني دلوقتي احنا بكره عيد الام، بالنسبه للي هم ربنا يعطيهم الصحه والعافيه واحياء. طب بالنسبه، انا بلاقي كتير يعني الناس بتقول عفوا عيد الام فامي ليست حيه او ليست على قيد الحياه. طب دلوقتي برضو هل ينفع ان انا احتفل بامي المتوفيه؟ وده سؤال جميل، لان في كتير جدا من الناس يشغلهم هذا الامر. انا ما عنديش ام، طب اعمل ايه؟ كيف أبر الأم والأب بعد الموت؟ هذا السؤال لابد لنا جميعا أن يشغلنا. لماذا؟ أنت دلوقتي الأم والأب لا يستطيع الأم ولا لا تستطيع الأم ولا يستطيع الأب أن يقوم فيصلي لله ركعتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلا بد أن تحقق الصلاح في نفسك حتى يتقبل الله دعاءك لوالديك. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان بارا بخديجة بعد موتها، فكان يصل أقاربها ويصل محبيها ويصل كل من كانت تجلس معه. فأقول للأم متوفاة أو يروح يزور خالته، يزور خالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم، نعم، الخالة في بمنزلة الأم. فلا بد إن هو يصل أقارب الأم، يبحث الأم كانت بتحب مين، فيصل هؤلاء المحبين والتي أمه كانت تحبهم، فيصلهم ويحسن إليهم ويتودد إليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي يفرش. دعوة برضو، دعوة كده للأم متوفية، خد هدية كده بسيطة وروح للي كانت بتحبه أمك، سواء أختها أو صديقتها، ودي برضو بالظبط هتبقى هتفرح مامتك يعني حتى لو هي متوفية. النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل يقول، وده نقيس عليه للأم والأب، إن أبر البر، مش البر بقى ده أفعل التفضيل هنا، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وبالتالي أهل ود أمه. أمه كانت بتحب الجارة الفلانية، يروح يسأل عليها. قرايب الأم يسأل عليهم. كل هذا من البر. وأذكر من البر وأعظم البر أن يدعو الرجل في صلاته ويخصص في سجوده دعوة لأمه وأبيه. للوالدين المتوفيين وللحيين، الرحمة تجوز للحي والميت. نعم. كده يبقى أنهينا حديثنا عن مكانة المرأة في الإسلام ومكانة الأم، وهنرجع لشهر رجب وفضائل شهر رجب. والأول عايزين نعرف إيه هو شهر رجب. شهر رجب هو يأتي من كلمة الرجوب، ومعناها التعظيم في اللغة. نعم. الرجوب. وكان العرب يعظمون هذا الشهر، وكانوا يحرمون فيه القتال. ولكن الاختلاف في عند أهل مضر، قبيلة مضر وقبيلة ربيعة. ربيعة كانت تقول أن رمضان هو من الأشهر الحرم ولم يذكروا رجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا. منها 4 حرم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة الحرم، قال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وشهر رجب مضر بين جمادة وبين شعبان، في 3 سرد، الثلاثة متواليات وراء بعض، وشهر رجب فرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مضر، يعني أهل مضر الذين كانوا يعظمون هذا الشهر ويقولون أن هذا الشهر من الأشهر الحرم فيتوقفون فيه عن القتال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام الأشهر الحرم عموما. في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا من الأشهر الحرم وأفطروا. يعني أصوم من الأشهر الحرم وأفطر في هذه الأيام المباركة، هذه الأيام الأشهر الحرم التي جعلها الله وخصها الله بالذكر، فقال سبحانه وتعالى ولا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن هو من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم. لكن تخصيص بقى
الشهر بعبادة معينة، لا مش هنتكلم عن تخصيص الشهر من صوم وصلاة والعبادات تمام. اللي موجودة فيه، ولكن معانا اتصال من إيمان من أسيوط. اتفضلي يا أستاذة إيمان، اتفضلي. السلام السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام عليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أنا بصوم 2 وخميس في رجب وكل الأيام، بس في حاجات بتمنعني على الصلاة، مش عارفة أعملها عشان أبدأ أصلي زي ما كنت في الأول. حاجات ازاي بتمنعك عن الصلاة؟ صلاة الفريضة ولا النافلة؟ وحضرتك بتقصد صلاة الفريضة ولا يعني أنا كل النافلة؟ ما بحط المصلية وعايزة أصلي في حاجات كتير بتمنعني عن الصلاة، فبروح أتوضي في حاجات بتقولي لا ما تصليش، بس أنا بصوم الحمد لله 2 وخميس زي، والنهارده الحمد لله انا كنت صايمه عشان النهارده 13 رجب. طب يعني يعني انا صليت الظهر والعصر، المغرب حاجه منعتني عنه خالص، طب في والعشاء حاجه كوابيس؟ منعتني في خالص كوابيس؟ عنه. طب هو انت بتشوفي كوابيس؟ ايه؟ في كوابيس بتشوفيها؟ مش سامعه. حضرتك بتشوفي كوابيس؟ اه بحلم بكوابيس. ايوه. طيب هنجيبها ان شاء الله. ماشي يا استاذ ايمان، شكرا لحضرتك. فضلت الشيخ هيجاوب على سؤالك. هو طبعا ربنا يجازيها خير الجزاء، هي محبة للعبادة، نعم. محبة للصلاة، محبة للصيام، هي زعلانة ان هي مش قادرة تصلي. والصلاة هذه العبادة العظيمة هي من احب العبادات الى الله، الذي يتقرب الانسان الى الله عز وجل بالصلاة، هي من العبادات التي تحرق الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحترقون تحترقون، اي بالخطايا والذنوب. فاذا صليتم الصبح غسلتها، مجرد ما تصلي الصبح الذنوب تغسل والخطايا تحط عنك. تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، وهكذا إلى نهاية اليوم. الأستاذة إيمان ولا منى؟ أيوة. لا إيمان. الأستاذة إيمان، هي لابد لها من الرقية، يعني تحاول إنها تقرأ الرقية وتقرأ سورة البقرة. أيوة. إيه اللي منعها؟ لأن هو اللي منعها كده الشيطان. الشيطان هو أعظم يعني هو شيء في على الشيطان سبب الصلاة. حسد أو ولا حاجة؟ ما هي لما تقرأ الرقية إذا شعرت ببعض الأمور واستطاعت أن، يعني إذا حصل التنميل أو حصل عدم استطاعة لتكميل الرقية، فهي لابد إن هي تذهب إلى معالج بالقرآن. تمام. إن استطاعت أن تعالج نفسها وهذا أولى احنا عندي. كمان كلنا بيحصل لنا يعني عدم في كسل كده، اللي هو انا مش قادره اروح اصلي دايما في اوقات الصلاه، ما هو مش ده برضو حاجات عاديه من الشيطان اللي هو لازم الشيطان، ما يمنعني هو ان انا الشيطان ادي الفريضه؟ صحيح، الشيطان اصعب شيء عليه ان الانسان يصلي يسجد لله. يقول: امر ابن ادم بالسجود فسجد، وامرت بالسجود فايه فابيت. فاعظم شيء هو مش عايز يمنع، ولذلك الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. اول ما يخش الصلاه يبدا يذكره بكل حاجه هو نسيها. ايه اللي بيخلينا يحصل معانا كده؟ ان احنا ما عرفناش اسرار الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. أنا أنن عناية من جوه الصلاة. شوف أحب حاجة إليه، إذا حزبه أمر عنده مشكلة كبيرة جدا ذهب إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. نعم. يبقى هنا في إيه؟ في سر، اللي هو السر إنك أنت رايح تقابل ربنا. عملت استعدادك كويس، اللي هو هتصلي برضو بإيه؟ أتلذذ بالطاعة، إن أنا اللي رايحة هو مقبلة كده بسعادة، عظمة مش الله هو في غصب القلب. عني. نعم. عظمة الله سبحانه وتعالى في القلب، إنك أنت رايح تقابل ربنا. العلماء يقولون إيه؟ يقولون للعبد يوم القيامة، العبد أمام ربه وقفتان، وقفة في الدنيا ووقفة في الآخرة. أما وقفة الآخرة فهي للحساب، وأما وقفة الدنيا فهي للصلاة. فإذا أصلح وقفة الدنيا أصلح الله له وقفة الآخرة. فلازم أدور على أسرار الصلاة والخشوع في الصلاة. إزاي إن أنا عايز أقابل ربنا، عايز أشكيله همي، عايز أناجيه، عايز أنكسر بين يديه سبحانه وتعالى. فلا بد أن نتعرف على الأمور، ودي محتاجة حلقة تانية بقى، إن إحنا نتعرف إزاي نخشع. إيه أسرار الصلاة؟ لكل عبادة سر، لكل عبادة من العبادات إذا أردت أن تتمتع بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان. نعم، لازم الإيمان ليه حلاوة أكيد. لا يجدها إلا من تعرف على أسرارها. نعم، ربنا يجعلنا منه. اللهم أمين. نرجع برضو ونتكلم عن فضائل شهر رجب. في تخصيص بقى للصيام أو صلاة في شهر رجب؟ الموضوع موضوع شهر رجب يشغل كثير من الناس، والناس كتير عندها عادات من زمان إن هي تيجي أول جمعة في رجب أو أول أيام في رجب تصوم بنية إن هذه الأعمال أول رجب. في نعم. في رجب وبعض الصلوات والدعوات. أقول وهل كل حقا هذه يعني في صيام أول رجب، يعني أول 3 أيام كما نسمع؟ هو أنا أختصر كل الأعمال في رجب. كل ما لا يوجد حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم خصص به شهر رجب بعبادة معينة،
ولكن رجب له فضل من ناحيتين. يبقى كل اللي احنا بنعمله ده عادات. هي عادات لابد ان انا ايه، انا عايز اقول للناس حاجه، غير البوصله. يعني ايه؟ احنا قلنا لسه من شوية العبادات توقيفية. لابد ان انا حتى يقبل مني العمل لابد ان انا اكون عندي نية صالحة للعمل. طيب اعمل ايه؟ اغير، انا كده كده بصوم في رجب وبصوم في غير رجب، يبقى اغير النية ان تكون الصيام من اجل الاشهر الحرم، ان يكون الصيام لله عز وجل تقربا واستعدادا لشهر رمضان. تمرين، انا لو دخلت مباراة لكرة القدم ورحت وعندي ماتش مهم جدا، لازم استعد له، لازم اعمل معسكر ولازم اعمل تدريب. نعم. ولا قبل المباراه كمان أسخن. اعمل احماء وتسخين. طبعا احنا دلوقتي داخلين على شهر رمضان، الناس بتخش على رمضان من غير صيام ومن غير صدقه ومن غير قراءه قران ومن غير بر والدين ومن غير اعمال حسنات كتيره جدا، وتيجي تخش في رمضان يبقى في صدمه. ليه؟ لانك انت الامور فيها تعب. ليه؟ انت اول مره تصوم، انت اول مره تمسك المصحف. فلا بد، أنا أقول لشهر رجب، الخصوصية في شهر رجب أنه من الأشهر الحرم. نعم. والخصوصية لشهر رجب أنه كما قال العلماء، علماؤنا قالوا أن شهر رجب شهر البذر، يعني أنا أرمي البذرة فيه. وشهر شعبان شهر السقيا، وشهر رمضان شهر الحصاد. طب أنا لو أنا دخلت من غير صيام، من غير أي أعمال صالحة قبل رمضان، هعمل إيه؟ أنا هزرع وهسقي. لا لا لا، شوف المثال اللي أنا ضربته دلوقتي، إن أنا هزرع وهسقي وهحصد في شهر واحد، فالحصاد بتاعي الثمرة هتبقى عاملة إيه؟ مرة، لأن ما خدتش وقتها الكافي، لا لم تنضج. فلابد إن إحنا حتى ندخل إلى هذا الشهر العظيم الذي فيه عتق من النيران، فيه ليلة خير من ألف شهر، أن نتقرب إلى الله في هذا الشهر العظيم، شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم. نعم. الذي خصها الله سبحانه وتعالى وميزها عن باقي الشهور. الله سبحانه وتعالى اصطفى من الناس الأنبياء، واصطفى من الأشهر الأشهر الحرم، واصطفى من الأشهر الحرم شهر رمضان. برضه هو قيل عن شهر رجب إنه شهر الله الأكبر، صح كده؟ هنعرف برضه أكتر عن فضل شهر رجب، ولكن خلينا ناخد الاتصال اللي معنا. أستاذة نهى، الاتصال لسه موجود؟ طيب يا ريت يا أستاذة نهى تحاولي تتصلي بينا مرة تانية، هنرجع بقى ونكمل كلامنا عن فضل شهر الله رجب. الأكبر. أيوة، شهر الله الأكبر. كل هذه الكلمات التي تخص شهر رجب من صلاة الرغائب أو من أدعية معينة أو من استغفار يعني معين، برضو هي في صلاة فعلا اسمها صلاة الرغائب في شهر رجب؟ صلاة بدعة وليست صلاة من السنة، لأن لم يخص رجب بصلاة مخصوصة ولا صيام مخصوص ولا دعوات مخصوصة ولا عمرة مخصوصة ولا أي عبادة من العبادات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خصص بشهر رجب بأي عبادة؟ هو حصل الموقف ده بالنسبة للعمرة مثلا. يعني احنا دائما ما نسمع في أيام بيض اللي هم أيام اللي هم أيام القمرية، ثلاثة أيام القمرية. نعم. صيام اثنين وخميس، صيام أول رجب، إيه تاني؟ في ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج بنحتفل بيها، وفي صلاة اسمها صلاة الرغائب. طبعا دايما كلنا بنسمع عن العمرات اللي بتبقى دايما بنخصها برجب وشعبان. هو حصل الموقف ده مع السيدة عائشة، سيدنا عبد الله بن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فذكرته عائشة، وهذا حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، فرجع وسكت منه إقرارا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. لكن أنا حبيت أروح العمرة في رجب، هل في مشكلة؟ لو أنا خدت بنية أن أنا هتقرب إلى الله في الأشهر الحرم، فيش أي مشكلة خالص. أنا غير النية، النية هي أنا بخص رجب بالعمرة أو بخص رجب بعمل صالح مخصوص لي هو، هذا لا يجوز. لكن أنا أتقرب إلى الله في رجب بالصيام، أمر محمود. إن طيب، أنا أتقرب برضو ما أنا برضو عايز أسأل حضرتك، أيوة، برضو فضل صيام الاثنين والخميس من شهر رجب أكيد لهم فضل. طيب طبعا. خلينا بس ناخد اتصال اللي معانا. أستاذة شيرين من الإسماعيلية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك. كنت عايزه اكلم الشيخ اساله على الايه، في ايه اسمها الله نعلم ممسخه المتنمصه، اللي هي يعني بتعملوا الشرح وكده وكده، ده حديث وتتم يعني بالتفسير، يعني اصلا ما فتحها. هو حديث وليست ايه، بس ده حديث مش ايه. نعم، اتفضلي. ده حديث مش ايه، اتفضلي.
اه طيب تمام. وعايز اسال بس هي اصلا آلة على كام التشجير، سؤال كده عايز في بس البيت نأكد الكلمة دي آلتها ولا وكده، لأ، بس يعني تشجير، عايز اسال تشجير ده الحاجة. صح او لا. هو حضرتك قلت التشجير برضو صح كده؟ الايه التشجير، ذكرت التشجير. اللي هو التشقير، ايوه. عايزه اسال ايه الصح، ان انا يعني اعمل ايه، الوش بس او الحواجب بس، او يعني ايه الصح، عشان خاطر طيب انا فاتحه كوافير صغير في البيت وحاسه ان ده غلط، حاسه ان ده حرام، فعايزه اعرف ايه الصح وايه الغلط. بس انا معظم اللي انا بعملهم منتقبين، احنا المكان اللي احنا فيه هي معظمه كوافير. منتقبين، 5% بس اللي بيمشوا بوشهم، طيب يعني مكان سؤال عبط حضرتك يعني وصل. زيادة هو عن اللزوم كده، تمام. فاهماني؟ شكرا لحضرتك يا استاذه شيرين، وفضلت الشيخ هيجاوب على حضرتك. هو بتقول هي عايزه تعرف حكم النتف بتاع الحواجب وعميل الوش ده حلال ولا حرام، هو عشان هي فاتحه الأخذ كوافير، من وهي لو الحاجة، عملت لحد برضه هتاخد سيئات على عميلها ولا ايه؟ هو العمل هيكون على الفعل. إذا أخذت من الحاجب فهذا حرام، لعن الله النامصة والمتنمصة، لأنهن يغيرن خلق الله. طيب أنا في بعض ولكن السيدات، برضو بعض السيدات عندها سمعت الكثافة، هناك حاجة برضو الشعر هنا. الزائد، الشعر الزائد عن الحاجب لا حرج فيه، يعني في شعر زائد أو تهذيب الحاجب، يعني التهذيب لا حرج في فيه. حديث برضو عن لكن السيدة عائشة ان برضو ينفع ان اللي احنا نهذبه، او ما هو التهذيب اللي هو ايه، في شكله بقى، في اللي هو الشكل المعتاد. لكن الاخذ من الحاجب لا يجوز، والتشجير لا يجوز، اللي هو انا عامل اعمل لون بعض الحاجب بلون البشره، فينظر الاخر الي فيرى ان الحاجب مرقق، فهذا لا يجوز ايضا، وهذه من المحرمات والملعونات، لعن الله لعن، واللعن ده امر كبير جدا في الاسلام يعني. طيب برضه يا فهي كان هي تتقي الله عز وجل وتحاول انها تفعل الصالح وتفعل الخير، وفي الاخر من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. تمام. طب هي الكوافير برضو الناس اللي بتعمل لهم برضو هي هي ما تعمل ولا ما هي ما تعملش هو احنا ولا؟ لو هي عملت الحلال ما فيش مشكله، لكن هي عملت الحرام ده خذ وزن، ما هو تشاركها النامصه والمتنمصه، يعني اللي بتقوم بالفعل واللي بتقوم لها ايوه، ما المراه هي ممكن بالفعل. تعمل ايه برضو؟ معلش، هو الناس تعمل بتروح الصح، الكوافير تعمل بتعمل الصح، ايه؟ تعمل يبقى الصح، ما تعملش تقفل الكوافير، لا تاخذ من الحاجب، يقفل الكوافير بقى. لا تاخذ من الحاجب، لا تاخذ من الحاجب ولا ترقق الحاجب، لان احنا بنشوف بعض السيدات يعني بيعرض علينا ان بتسال هل ان انا ممكن اشيل الحاجب خالص، هذا لا يجوز ماشي، ما هو اشيله يعني، خالص ده والترقيق حرام، له لا لكن يجوز الا اذا كان هناك شعر زائد فوق الحاجب فلا حرج فيه، وتهذيب الحاجب اذا كان شكل في قباحه وفي هو برضو حاجه في مش اقوال كويسه اخرى يعني. برضو في هذا الموضوع، نعم يمكن نبقى نتكلم عنها ان شاء في الله باذن حلقات الله. اخرى ان شاء الله. معنا اتصال اخر من ام ندى، اتفضلي يا ام ندى. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم ورحمه السلام الله ورحمه الله وبركاته. وبركاته. انا عندي سؤال من فضلك. اتفضلي. اتفضلي. انا رمضان اللي فات كنت واضعة يعني، ما قدرتش اصيم، بكره عيد وحاليا الام مش يا ام قادرة. ندى، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبة يا حبيبتي، ربنا يخليكي. تمام، اتفضلي. وحاليا مش قادرة يعني اصيم، عشان بنتي يعني وكده لسه صغيرة، فنطلع عيني. وانا عايزة اعرف يعني اطلع، لو عايزة اطلع يعني مكان الصيام اطلع قد ايه. تمام ماشي. ام ندى، عند حضرتك اسئله اخرى؟ لا شكرا، ربنا اشكرك يخليك. على سؤالك، وفضيلة الشيخ هيجاوب على حضرتك. هي هو تمر وده من بالظروف. رحمة الإسلام بالمرأة، إنه هو لما يكون عندها ظروف في حمل يجوز لها تفطر، تفطر، ولما يكون في رضاعة يجوز لها برضه تفطر. بتفطر، مريضة فهنا برضه بتفطر. إذا توالت الأيام وأصبح في عدم استطاعة، نأخذ برأي العلماء، وإن كان الرأي الراجح عند العلماء أن قضاء الله حق أن يقضى، لو أنا علي صيام هصومه لازم أصومه، مفيش كلام. بعض العلماء قال وأجاز أن إذا توالت، يعني هي بتخش من حمل للرضاعة ومن حمل للرضاعة كل سنة كده تاخد 3 4 سنين 5 سنين، طب الأمر كده هيبقى عليها 6 شهور أو 7 شهور، صح. هتعمل إيه؟ فقال بعض العلماء تخفيفا على هذا الأمر، يعني أنه يجوز لها أن تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم مسكين عن كل يوم أم عن من أوسط ما تطعمين به حوالي أهليكم 750 جرام رز، 750 جرام يعني رز في الحدود دي، أو تطعم هي بقى مسكين، نعم ما فيش من مشكلة أوسط ما يعني. تطعمين به أهليكم. تمام ماشي. نرجع برضو نتكلم عن فضائل شهر رجب وفضل صيام الاثنين والخميس من شهر رجب. الاثنين والخميس في عموما في السنة كلها ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل النبي انت بتصوم ليه يا رسول الله الاثنين والخميس؟ قال يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه،
انا اليوم ده شوفي النبي احتفاله باليوم اللي هو اتولد فيه ان هو بيصوم ويتقرب الى الله عز وجل. ويوم الخميس يوم ترفع فيه الاعمال، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. نعم. في الاشهر الحرم الثواب مضاعف. يعني لما اصوم في رجب اثنين وخميس بنيه الاشهر الحرم الثواب هنا مضاعف، الحسنات تتضاعف في الاشهر ما هو الحرم. برضو كان في سؤال، هو شهر رجب الاجر فيه بيتضاعف سواء كان سيئات او حسنات؟ سؤال. طب هتجاوبني بس سؤال على جميل. السؤال ده ولكن احنا معانا اتصال من استاذه ايمان، اتفضلي يا استاذه ايمان. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. لو سمحت عايزه اسال، عايزه اطلب من فضيله الشيخ صلاه. مع حضرتك. اتفضلي. عايزه فضيله الشيخ يدعي لي ربنا يكرمني بالذريه الصالحه. اللهم امين. وعايزاه يقول لي دعاء اواظب دايما عليه بعد كل صلاه. انا هديكي هديه دلوقتي. تمام. ماشي. الهديه الهديه. شكرا لحضرتك. الهديه انا فعلا جاءتني زميله في عمل في فتره من الفترات، قالت لي يا شيخ انا دي لي فتره كبيره وما بخلفش، اعمل ايه؟ ورحت للاطباء وعملت تحاليل وعملت كل حاجه. قلت لها انا هديك هديه. قالت لي ايه الهديه؟ قلت لها سيدنا الحسن البصري رحمه الله جاءه راجل بيساله في المسجد مع تلاميذه، بيقول له ايه؟ بيقول له انا ما بخلفش. قال له استغفر الله. فقال واحد تاني انا عايز ابقى غني. قال له استغفر الله. قال له واحد تاني قال له انا عايز المطر ينزل على الارض هتموت. قال له استغفر الله. تعددت الاسئله والجواب واحد، استغفر الله. فقال لتلاميذه تتعجبون؟ والله سبحانه وتعالى يقول على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل يمددكم باموال وبنين. نعم. الست دي بقى خدت الموضوع وقالت لي يا شيخ انا بستغفر ليل نهار وانا في المطبخ وانا رايحه الشغل وانا جايه من الشغل وانا رايحه عند والدتي. قالت لي انا حياتي بقت كلها استغفار. جاتني بعد 3 4 شهور او 5 بتقول لي يا شيخ ابشر. بقول لها ايه؟ قالت لي انا حامل في توأم. بسم الله ما شاء الله. فهي عليها بالاستغفار. نعم. لان ده كلام ربنا. اذا من طلب الرزق ايضا فعليه بالاستغفار. الرزق من عنده والغنى والمشاكل وكل شيء. نعم. كل شيء، اي مشكله عندك في الدنيا استغفر الله. وده اللي هنرجع له ان شاء الله في الاعمال الصالحه، في ندي شويه للاستغفار كده ان شاء الله. تمام. برضو كنا بنتكلم عن فضائل شهر رجب وتخصيص الاثنين والخميس من صيامهم من شهر رجب. نعم. طيب اذا حضرتك قلت ان ما فيش احاديث ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو خصص اي عباده في شهر رجب. نعم. طيب انا دلوقتي برضو كنت سالت حضرتك وقلت طيب ما هو برضو احنا سمعنا ان شهر رجب الاجر فيه مضاعف سواء كان حسنات او سيئات. على انه ايه؟ من الاشهر الحرم. على انه من الاشهر الحرم. يعني هو اذا هو ليه برضو نعم طبعا انا مش بقول ان ما فيش افضال. نعم. هو فضله انه من الاشهر الحرم. تمام. والاشهر الحرم الله سبحانه وتعالى خصها في القران وميزها وقال لا تظلموا فيهن انفسكم. فانا لما اعمل اقرا قران في شهر رجب وشهر المحرم وذي القعده وذو الحجه، انا الحسنه عندي مضاعفه، الحسنات هنا مضاعفه. ليه؟ لانها في الاشهر الحرم. والعلماء يقولون ان كما قال الامام ابن كثير رحمه الله قال الحسنات تتضاعف في الاشهر الحرم وكذلك السيئات. يبقى الناس تحضر. ربنا سبحانه وتعالى عنده ايوه من الذنب بقى في الشغل ده بالذات. يعني احنا بنروح الشغل بالله ما شاء الله متعمل فينا عمايل. اتقوا الله احنا في اشهر حرم. انا الانسان اللي بياخد رشوه يتقي الله في الاشهر الحرم لان الذنب مضاعف. الذنب مضاعف اضعاف كثيره. بس دايما احنا بنحس ان احنا يعني الناس في غفله، الناس مش عامله حساب الاشهر الكريمه دي اللي هو كل الاشهر زي بعضها متساويه عند الناس. صحيح. طب دلوقتي نعمل ايه؟ هو العيب في مين؟ يعني احنا بعاد عن الدين وبعاد عن طاعات ربنا سبحانه وتعالى، ولا هي الحياه اللي صعبه شويه علينا؟ هو احنا مش عارفين ديننا صح. لو احنا عرفنا ديننا صح والله يعني الله. انا بحس ان احنا مطحونين في الدنيا. السعاده كل السعاده في دين الله. والله ثم والله لن يجد الانسان اللي باحث عن السعاده ده عمال يبحث عنها في شهوات وفي ملذات وفي سرقه وفي فلوس وفي نساء وفي كل الشهوات دي، والله لن تجد الراحة إلا في القرب من الله. مفيش راحة إلا لما تقرب من ربنا وتذوق حلاوة الإيمان. نعم. معنا اتصال من سارة، تفضلي يا أستاذة سارة. عليكم السلام يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضلي يا فضيلة الشيخ. أنا عندي سؤالين، السؤال الأولاني اللي جوزي مانعني إن أنا أزور أهلي. تمام. السؤال الثاني في
صلاة، يعني أنا لو أنا عاوز أصوم في رمضان ينفع أصوم عشان أنا حامل يعني. يعني حضرتك بتسألي ينفع تصوم وانت حامل في رمضان ولا لا، صح كده؟ طيب أيوه. تمام ماشي، شكرا لحضرتك يا أستاذة سارة. طيب نجاوب على أسئلتها. هي زوجها منعها من زيارة أهلها. أولا أقول للزوج اتقي الله عز وجل، فواجب على الإنسان أن يصل رحمه، وليس له حق عليها في أن يمنعها من ذلك. أقول له اتقي الله، الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك هم الخاسرون. فيتقي الله عز وجل، لعن الله الذي يقطع الرحم، من لا يتسبب هو في قطيعة الرحم. دائما الرجل الشرق فهم القوامة غلط، يعني فهم القوامة اللي هو تحكم في النساء عموما، وخاصة كانوا أهله اللي ما ينفعش يخرجوا من غير إذني. لا، ما تروحيش تزوري بيت أبوك أو أمك أو باباك أو إخواتك إلا بأمر مني أو إن هو يسمح لها. دائما القوامة لها مفهوم خاطئ كده عند الرجل الشرقي. صحيح، لكن هو بس في حاجة، وأنا الاستئذان ده من الإسلام، أن المرأة لا تخرج ولا تدخل إلا بإذن زوجها، ولكن إذا أعطاها إذن مفتوح، مثلا قال لها يا ستي أنت منين ما تحبي تزوري أهلك توكلي على الله. طبعا. أنا أذلك، لما تحبي تشتري طلبات البيت ما فيش مشكلة، في إذن إيه؟ في إذن مفتوح ما فيش مشكلة، لكن لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها. ولكن الرجل لا يأخذ هذا زريعة أن هو يبقى في عصا على المرأة طول الوقت. المرأة مش هتستحمل الكلام ده، لابد أن يكون إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وضع الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، وإذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق. فلابد الزوج أن يكون رفيقا بأهله، وخيركم خيركم لأهله. أقول لأختنا أن 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 لابد أن 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 أن, أن تحاوره بالحسنى. انا عايز وتقول ان ده حرام. وانت ايه المشكله؟ انت مش عايزني اروح ليه؟ هل انت شايف ان هم بيقولوا لي حاجه مثلا، او انت ايه الموضوع؟ تتفهم منه الامر. طب اذا هو اصر، اذا استطاعت ان تذهب الى اهلها دون ان يعلم فلا حرج عليه. نعم. هي برضو كان عندها سؤال اخر، اللي هي حامل وعايزه تصوم شهر رمضان. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم. هي تذهب للطبيب، لا طبيب المعالج، لا الطبيب المعالج. حامل. هي حامل، احنا عارفين ان الحوامل الطبيب يقول لها انت صحتك ما شاء الله تستطيع الصوم. في الحاله دي هو الطبيب المسؤول عنها او الطبيبه المسؤوله عنها هي هتستفتيها في الامر ده. لو هي سمحت ليها وقالت لها انت ما فيش انيميا، ما فيش اي مشكله بالنسبه لك، وانت صحتك تمام، ما فيش مشكله تصومي، الدكتور هو اللي يقول لها الكلام ده. اذا فاسالوا اهل، لكن اذا اخذت بالرخصه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه. نعم. كما أن يحب أن تؤتى عزائمه. لما أخذ بالرخصة أحسن ولا أصوم أحسن؟ لا أخذ بالرخصة أحسن. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. نعم. معنا اتصال آخر من أستاذ حنان، تفضلي يا أستاذ حنان. ألو. أي تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أكلم فضيلة الشيخ بعد إذنك. مع حضرتك يا فندم، تفضلي. بصي يا فندم، أنا كانت عندي مشكلة مع جوزي واهله وحماتي وكده، وانا مش عارفه اعمل ايه. حماتي يعني شديده وكده، وجوزي شاري اهله وشاري والدته، ويعني بيسمع كلام والدته في كل حاجه. وانا جايبه منه 3 بنات، بنتين توأم وبنتي كمان. فهو كان معترض اصلا عن البنات. معترض يعني على ايه؟ هو يعني ما بيحبش البنات وكده. لا حول ولا قوة إلا بالله. ودايما يعني أنا دلوقتي غضبانة عند أهلي واخدة ولادي، ووالدته معصية عليا جامد، ويعني إحنا يعتبر بنطلق دلوقتي تحت راس والدته. ليه يا فندم؟ هو سبب الزعل إيه طيب بالظبط؟ هي والدته بتقعد تجيب تسلط عليا، تقول له كان يعني بتخلق لينا وش كده من أي حاجة. هي برضو كانت عايزة حضرتك تجيبي ولد، و كانت عايزاه برضو، كانت عايزاه يبقى عنده ولد. يعني هي في الاول كانت المشاكل من تحت راس البنات، وبعد كده قعدت بتخلق اي وش كده. لكن احنا ما بيني وما بين جوزي ما بيبقاش في مشكله. تمام. هي بتقعد تقول له معرفش ايه، تخلق لنا اي وش كده. وللاسف الشديد هو في الاخر اشترى والدته وبعني انا واولاده، مش عارفه اعمل ايه. طيب وانا دلوقتي عند اهلي ومحتاره، مش عارفه اودي له بناته ولا مش عارفه اقعد من غيرهم، ولا ان انا مش عارفه اعيش من غيرهم ولا بيهم، اوديهم ولا اقعد بيهم. وهو طب يا استاذه حنان، يا استاذه حنان بقول لحضرتك ايه؟ هو حاول يجي صالحك وياخدك من بيت اهلك؟ بصي يا شيخ، انا كنت بغضب كتير
طب انا هستاذن طيب. فضيله الشيخ ان حضرتك تاخد رقمه من الكنترول ماشي ما وتتواصلي معاه بعد الحلقه وان شاء الله نشوف حل لمشكله حضرتك. انا برضه هقول لها حل سريع كده اللي هو ايه، احنا لازم احنا يكون عندنا ذكاء اسري. بمعنى انا شايفه كل زوجه ذكيه فاطنه يبقى تبقى عارفه مفتاح زوجها ايه. هو مفتاح زوجها ان هو قريب لامه، فاعمل ايه؟ لا اعمل النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتهاد وتحابه. كلميها كويس، اتصلي بيها بالتليفون، انت مش طايقاها بس انت عايزه خايفه على بيتك ان بيتك ده يحصل فيه مشكله، فانت تقربي لامه واجعلي الامر لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. الكلمه الطيبه صدقه. خديها من المبدا ده ان انت عايزه تحافظي على بيتك وانت بتقربي للام دي بهديه او واقول للزوج لا يظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامه. نعم. طب وبالنسبه للبنات برضو يعني هي مش بايديها خليها من الذي يهب؟ الذي يهب؟ من الذي يهب؟ من الذي يعطي؟ من الذي يعطي؟ هل المراه؟ لا طبعا الله سبحانه وتعالى. ومن المسؤول عن العطيه؟ السبب ما هي البذره؟ من الرجل. نعم. هو السبب. فاذا لم يلوم نفسه لا 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 يلوم هذه المراه. وبعد كده هو لو عرف ان اللي عنده بنت او اثنين او ثلاثه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دول سبب دخوله الجنه. نعم. يعني اذا احسن اليها واذا احسن لاخته واذا احسن لبنته وعنده بنتين او ثلاثه ورباهم وعنده بنت ورباها تربيه كويسه دخل بهم الجنه فتكون سبب في دخوله الجنه. نعم. فالام المراه والبنت هي يعني هي بالنسبه للاب هي الحنان. يعني انا ربنا يكرمنا جميعا يا رب، عندي بنتين اغلى حاجه عندي في الدنيا. هو في حديث كتير عن اللي عنده بنات يعني ان هو بيدخل بهم الجنه، ان ربنا سبحانه وتعالى بيرزقهم من واسع في حي وان ربنا بيبقى سند معاه، لكن ما فيش حديث خاص الذكر او الرجل يعني ان هي خلفته حاجه تفرح. يعني ما البنات دلوقتي زي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احرج في الضعيفين المراه واليتيم. النبي دايما كان بيخص الجانب اللي كان مجني عليه دايما يعني المراه في قبل ما ياتي الاسلام كان مهضوم حقها، لا ترس ولا وليس لها في المشوره وليس لها اي شيء. وكانت احنا لسه بنتكلم على القوامه ومفهومها عند الرجل الشرقي منها ان لا انا عايزه اخلف ولد عشان يشيل اسمي. طب مالها البنت ما برضه بتشيل اسمك، ايه المشكله يعني؟ الله سبحانه وتعالى يقول اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. نعم. انت عارف انهي اللي هيدخلك الجنه؟ انت عارف ممكن تكون البنت دي هي سبب دخولك الجنه، فلا تدري ممكن يكون الولد هو فتنه للانسان، فتنه ويكون عدو للانسان، فلا تعلم من هو الذي فيه خير لك. فالانسان لابد ان يرضى بقضاء الله عز وجل، ومن لم يرضى بقضائي فليخرج من تحت سمائي وليعبد ربا سواي. نعم. معنا اتصال اخر من علاء، اتفضل يا استاذ علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم، بس يا ريت بس تبعد شويه لو حضرتك مشغل التلفزيون وسمعنا من التليفون. ماشي اتفضل. انا في الشغل عندي مصاحب جماعه مسيحيين ومسلمين. تمام. فانا بقول لصاحبي المسيحي هو معايا، يعني ما بنشرب مع بعض وكده، فبقول له روح روح اللي جابك النهارده. في الشغل. هو قال لي ازاي انت ما تقول لي كده، ده انا ما اصلي لك، ده انا ما اصلي لك. ده انا ايه؟ فانا ما اصلي له. قال ده انا ما اصلي لك، انت ما تقول لي كده ازاي؟ ايوه. طب هو حضرتك بتقول له روح ليه برضه؟ انا مضحك معاه يعني بضحك معاه ونضحك ونضحك مع بعضينا يعني. تمام تمام. فانا ما خدتش مش فاهم معنى ايه ما اصلي لك دي هي بس. هو ما هو انت بتهزر معاه وبيهزر معاك يعني مفيش مشكله. لا هو جالها جد بيصلي لك ازاي؟ طب انت ما سالتوش انت بتصلي لك ازاي؟ انا ما خدتش صلاه. هو معنى كلمه الصلاه في اللغه الدعاء هو يعني هو يقصد ان هو بيحبه يعني. ما هو الصلاه دي معناها الدعاء يعني. هو ممكن يكون بيدعي لك بيدعي لك بطريقته هو او بمذهبه هو او بديانته هو بالظبط. ما هو يعني يقصد ان هو بيحبك يعني والامر فيه حب. ويعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا برضه باهل الذمه. اشكرك يا استاذ علاء. نرجع ونتكلم عن فضائل شهر رجب، وكنا قلنا الايام البيض وفضلها. في فضل بقى في صيام الايام البيض؟ الايام البيض عموما وهي عموماً. ايام الليالي يعني برضو البيض. نعم. في وصف هي لماذا سميت بالايام البيض وايام القمريه؟ لان هي الايام التي يكتمل فيها القمر. ليله الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الثلاث ايام دول القمر بيكتمل، والقمر بدر بيكتمل القمر في هذه الايام، فتضاء فيضاء الليل بنور القمر، فسموا هذه الايام القمريه او الايام
الليالي البيض. فالشمس تنير الدنيا بالنهار. نعم. فكل الايام في السنه كلها ايام بيض ببياض الشمس. لكن الليالي القمريه هي ال 13 و14 و15 من كل شهر هجري. فدي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم الانسان الثلاث ايام دول. وفي حديث جميل جدا رواه سيدنا ابو هريره رحمه الله، اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ان قال ابو هريره: اوصاني خليلي، وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاث ايام من كل شهر، وركعتي الضحى، وان اوتر قبل ان انام. دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، هديه من النبي صلى الله عليه وسلم لامته، ان هم يصوموا ثلاث ايام من كل شهر. وخص الإمام الترمذي في حديث آخر اللي هو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب وفي غير رجب، لكن لو احنا قلنا رجب من الأشهر الحرم فتضاعف فيه الأعمال، فنوصي الناس بالصيام هذه الأيام، وصيام يوم يباعد بين الإنسان وبين النار 70 خريفا. نعم. احنا بنسمع الآية اللي بتقول لا يسمعون حسيسها، الناس في ناس معينة مش هيسمعوا صوت النار. ليه؟ لأنه عمال يعمل عبادات، هذه العبادات تبعده عن النار، فتبعده عن النار فتبعده عن النار، حتى يظل لا يسمع للنار حسيسا يوم القيامة. والناس معروض عليها على النار يوم القيامة، لكن من كثرة أعماله الصالحة لا يسمع حسيس النار. صيام يوم واحد بس يبعدك عن النار 70 سنة. نعم، هو كده يبقى احنا عرفنا ان شهر رجب لم يخصه الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادات مخصصة، وانما تجوز العبادة في اي وقت في اي يوم في اي شهر. من فضائل شهر رجب ان هو بيخلينا نتعود على الصيام، ان احنا ان شاء الله داخلين على شهر رمضان وكل سنه وحضراتكم طيبين، بنتعود على الاستغفار وعلى الذكر. وزي ما قال فضيله الشيخ ان لازم يكون عندنا استعداد، لازم نعمل حميمه او سخونيه، او ان احنا نسخن قبل دخول شهر رمضان، تدريب على الطاعه وان احنا نقدر نتحملها. برضو خليني اقول لامهات مصر كل سنه وحضراتكم طيبين. في نهايه حلقتنا بنشكر فضيله الشيخ حمدان الصالحي من علماء الازهر الشريف، وان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى. وأشكركم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر، وهذا ديننا.